شكرا لحضور كريم، شكرا لاخوان الصحفيين والصحفيات، تنشكركم ونعتذر على التاخير هذا اللي خارج عن ارادتنا. والمهم من هذا السباق هو الحمد لله عرف مشاركه كبيره ديال العدائين والعداء الكبار واحسن نجوم على الصعيد الوطني والدولي مغاربه ودوليين اثيوبيين وكينيين. وبالمناسبه تنشكركم ونعتذر على التاخر ونعطيو الكلمه للاخ البيضاء. أنا سلموني من مدينة شامبيون دي موند ست مرات وفيناليست ديجيتالتيك. مرحبا بك على جريدة سارة بريس. كنت نسولك هو المارادونا شنو كاين خليك؟ بصراحة هذا شرف لي أنني باش نكون في بلادي مدير ديال السباق. كما كتعرفوا مدينة بنات فين جبات أبطال قوية، فاليوم حاولنا أننا نحضر واحد السباق من المستوى العالي، وهذا هو اللي وصلنا الحمد لله تشخصنا أن تشخصنا 2500 عداء يحضر معنا في المدينة، فهذا يعني بصراحة إنجاز كبير. فكنتمنى من الجمهور المكناسي هذا راه عندهم إن شاء الله عرس رياضي كبير كبير كبير، فتنحضروا يكونوا حاضرين معنا بكثافة كما حاضرين معنا العدائين الكينيين. كنشكر العدائين المغاربة اللي جاو يحضروا معنا، فكان الوعد يعني الجمهور المكناسي بان السنه الماضيه كنت وعدتهم باش يكون تحت رقم قياسي في مدينه مكناس وتحقق، فكنتمنى ان تعاود تكرر غدا ان شاء الله ويحقق واحد النتيجه ايجابيه ويكون اسرع توقيت في المغرب هو ديال مدينه مكناس. شكرا لكم. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.